السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم من جديد. أمطار غزيرة على المحاني شمال الطائف. قبل أن نبدأ أرجو منك الاشتراك في القناة والضغط على زر الإعجاب تشجيعا لنا. يشهد مركز المحاني الشمالي محافظة الطائف وقراه هطول أمطار غزيرة سببت الفيضانات، وشملت هطول الأمطار مناطق متفرقة في المحاني، حيث سببت هذه الأمطار سيول وفيضانات في بعض المناطق كما نشاهد معا في هذا الفيديو. ولا تزال الأمطار مهيئة للهطول في الساعات القادمة. اللهم اجعلها أمطار خير وبركة على الجميع. وفي الختام أتمنى السلام للجميع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا عزيزي المشاهد، نعرض لكم هذه الفيديوهات حصريا من المحاني بعد تساقط الأمطار عليها. أرجو منك الاشتراك في القناة والصلاة على رسول الله. أهلا عزيزي المشاهد، نعرض لكم هذه الفيديوهات حصريا من المحاني بعد تساقط الأمطار عليها. أرجو منك الاشتراك في القناة والصلاة على رسول الله. أهلا عزيزي المشاهد، نعرض لكم هذه الفيديوهات حصريا من المحاني بعد تساقط الأمطار عليها. أرجو منك الاشتراك في القناة والصلاة على رسول الله.